السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اول محاضرة في الابيديميولوجي. هنتكلم على الانترودكشن تو دنتال بابليك هيلث، ده اول جزء من المحاضرة. والمحاضرة التانية بنتكلم فيها على الابيديميولوجي اوف دنتال ديزيزز. اول حاجة بنبدأ فيها او هنبدأ بيها، عايزين نتكلم على تعريف يعني ايه اصلا كلمة health. according to WHO فاحنا بنقول ان health a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of a disease. يعني كلمة صحة مش معناها غياب المرض على قد ما هي بنقول ان الانسان او الويل بينج ده يبقى في حالة كاملة من ناحية الفيزيكال ومن ناحية المنتال سوري ومن ناحية السوشيال اجتماعيا ومنتال ذهنيا وفيزيكال عضويا، يكون في اتم هذه الحالات كفاءة. يعني مش بالضرورة معناها ان يكون عنده مرض معين. فده باختصار معنى كلمة health. public health بنقول عليه ده بقى ال art and science of preventing diseases, prolonging life and promoting physical and mental efficiency through organized community effort. يعني ايه؟ يعني ده علم، هو فن، عن طريقه بقدر ان انا اعمل منع للديزيزز دي، اني احمي المجتمع من ان الديزيز ده يحصل. بالتالي نوعا ما طبعا بنقول العمر او بنزود العمر الانسان يعني اولا واخيرا. طبعا الاعمار بتبقى مكتوبة يعني، وربنا بيبقى محدد كل واحد عمره ايه، بس المعنى ان احنا اخذا بالاسباب. زمان الناس كانت بتموت في سن بسبب امراض معينة في سن اصغر من لو نفس الديزيز ده دلوقتي موجود، بقى الموت بقى في سن مش سن صغير زي زمان، عشان باختصار بقى ليه علاج. فليه؟ لان احنا عرفنا المرض شخصناه، بالتالي احنا منعنا انه يحصل ممكن، ولو حصل بقينا عارفين علاج. فمعنى prolonging life بس ان احنا عرفنا اسبابه، بالتالي وجدنا علاجه. فاخذا بالاسباب طبعا اولا واخيرا الناس بقت بتتعافى من الامراض دي، وبالتالي بتبروموت physical and mental efficiency. يعني بتقدم او بتحسن كفاءة من ناحية العضوية وناحية الذهنية. بتقدمها ازاي بقى؟ بتقدمها عن طريق organized community effort، عن طريق مجهود مجتمعي بيبقى منظم جدا. فده معنى كلمة public health، يعني ده العلم اللي بيهتم بالامراض من ناحية يعني البريفنشن. وبالتالي لما انا بمنع المرض بلاقي له علاج، لما بمنع المرض ما بيحصلش، او لو موجود او حصل ببدا ان انا الاقي له علاج واعرف اسبابه فاحاول امنع اسبابه، او لو حصل ابدا ان انا اعالجه. فبقى بيزود الاعمار للبني ادمين اخذا بالاسباب يعني، وبالتالي بقى في كفاءه الذهنيه والعضويه للانسان بقت احسن. ازاي؟ عن طريق المجتمع بيقدم خدمات معينة للمواطنين، بيحسن في من صحتهم العامة. بالتالي احنا كده نبقى حققنا الهدف بتاع الـ public health. لما اجي اقول بقى الكلام ده على dental public health، فهي نفس الـ definition بس من ناحية الـ dental. فاحنا بنقول الـ art and science of preventing, controlling, promoting dental health through organized community effort. احنا بقى هنا خصصنا الديزيز دي ان هي dental diseases. انواع dental public health عندنا اللي هي الصحة العامة للأسنان، في حاجات وقائية اللي هي preventive dentistry، وفي حاجات بنسميها epidemiology، وده اللي احنا هنتكلم عليه الجزء التاني من المحاضرة. طيب ايه الجايد لاينز بتاعت لما انا اجي اطبق البراكتس او الدنتال بابليك هيلث براكتس؟ يعني انا عايزه اطبق نظام او
organized program زي ما احنا بنقول، يعني الصحة العامة دي علشان انا احققها للمجتمع، يبقى في صحة عامة جيدة للمجتمع، لازم يبقى في زي ما احنا بنقول organized community effort. فعلشان انا اطبق بقى ال programs دي او ال community effort ده، لازم يبقى ليه تعليمات او شكل معين بيمشي فيه. اول حاجة بتدبند على ال teamwork، لازم يكون بنكون بنشتغل في teamwork. ليه؟ يمكن جزء من ان انا لازم علشان ان انا اشتغل في teamwork ان انا اصلا بشتغل في مجتمع، المجتمع ده فيه ناس كتير، فعلشان اعرف ادي performance وادائي يبقى كويس للمواطنين في المجتمع ده، يبقى انا محتاج ناس كتير تساعدني عشان اعرف اوصل لكل الناس اللي في المجتمع. فعشان كده بنقول ان هي بتعتمد على التيم وورك اللي شغال، من ناحية العدد، من ناحية شطارة اعضاء التيم وورك ده. تاني حاجة لازم تكون البراكتس ده بيحصل في مكان، في ارياز معروف الجروب ريسبونسابيلتي بتاعت كل فرقة. يعني انا مثلا هروح اشتغل في قرية معينة، عايزة ارفع من الصحة العامة للأسنان فيهم عن طريق ان انا بعمل زي مثلا قوافل طبية. فانا كده عرفت ان مثلا القرية دي فيها مدرستين او ثلاثة، وانا وزعت بالتالي الناس اللي معايا في الشغل يعني، او الناس اللي في الجروب براكتس في تيم وورك ده، وبدأت انا اوزعهم عن مدرستين ثلاثة، كل واحد عارف دوره ايه. في ناس اللي هتقوم او بالامور الادارية في الاتفاق مع مدير المدرسة، من احنا هنخش هنوصل الساعة كذا، عايزين نعرف اعداد الفصول قد ايه، كل فصل فيه كام طالب، بالتالي احنا اكوردنج لاعداد الطلبة احنا معانا دياجنوستيك سات لو احنا عايزين نكشف عليهم عشان نشوف في تسويس ولا لا. مبدئيا في حد تاني هو اللي هيقوم بعملية الكشف، في حد هيقوم بعملية ان هو يسجل الناس دي. فلازم لما يحصل، لازم يحصل في المناطق، في اماكن، الاماكن اللي بيحصل فيها دي زي ما نقول القرية، كل واحد عارف دوره ايه اللي بيعمله، من ناحية التيم ورك بتاع ده البابليك هيلث جروب، ومن ناحية المكان اللي انا فيه. يعني مدير المدرسة لازم يبقى عارف دوره في ان هو يسهل الاجراءات، المدرسين لازم يسهلوا عليا الشغل في ان هم يساعدوني في عملية تنظيم الطلبة وانا بكشف عليهم. بالتالي بيبقى مطلوب كل واحد يبقى عارف دوره ايه وينفذه. تالت حاجة ان الوركرز بتوعي اللي في التيم وورك لازم يكون بيتعاملوا مع كل الناس، الناس الاصحاء، الناس الظاهريا اصحاء، والناس المرضى. مش هيقولوا لا انا مش هتعامل مع بيشنت عيان، انا مش هكشف عليه، لا، بنتعامل مع كل الكاتيجوري. لازم اكون انا بيبقى الهدف من ان انا يعني بعمل شغل او في شغلي ده، في ان انا عايز اطبق نظام عن طريقه بعلي الصحة العامة للأسنان، ان انا بكون بدور على اسباب المرض. يعني انا اكتر مرض شهير في الاسنان هو التسويس، فانا لازم وانا اكون في شغلي ده ابقى انا عارف احاول، يبقى يعني ابقى انا من ضمن الحاجات اللي انا بفكر فيها ان انا بدور على ليه التسويس ده حصل اصلا. ما هو انا لو عرفت ليه التسويس ده حصل دلوقتي، في المستقبل انا هقدر امنع ان التسويس ده انه يحصل، وده اللي كان باين في الديفينيشن بتاعنا. النقطة الخامسة ان احنا عارفين ان البريفنشن، الوقاية، هي الهدف الرئيسي من public health. وعشان كده احنا عايزين نعرف الكوز علشان زي ما بنقول هنمنعه في المستقبل انه يحصل. لازم يكون في health education، لازم اعلم العامة وفي المجتمع ازاي يعتنوا بصحة الفم. سابع نقطة ان هي لازم يكون عندي نتائج احصائية بناء عليها، مش يعني نتائج احصائية مثلا من حد كان قبليا. لما انا ابدأ مثلا مجموعة قبلية راحت وعملت سيرفي كده في المدرسة دي، فالنتائج بتقول بالإحصاء يعني ان مثلا نسبة التسويس في الفصل الاولاني اعلى من الفصل التاني. بالتالي انا لما اخش بعد كده، ماشي، مش احنا بنقول ان هي organized
community effort. ال effort اللي بيتعمل مثلا بعد كده لما انا اللي قبليا، يعني زي ما بيقول ايه، انا ببدأ من حيث انتهى الاخرون. اللي قبليا مثلا طلعني نتائج، انا النتائج دي هاخدها هكمل بقى عليها. هو طلعني نتيجة بتقول المدرسة دي الفصل الاولاني التسويس فيه اعلى من الفصل التاني، بالتالي الخدمة اللي انا هقدمها لهم في الفصل الاولاني هتكون لازم ابقى انا موظف نفسي هتكون اعلى من اللي في الفصل التاني. بقول كده بناء على ايه؟ بناء على نتائج احصائية معايا مسبقة من قبل كده. طبعا انا بدي امثلة بسيطة قوي بس علشان تبقى سهلة عليكم وتعرفوا تفهموا الفكرة ببساطة. يعني الهدف من الدنتال بابليك هيلث ان انا بقول accurate indication للدنتال ديزيزز، يعني يقدر يقول لي indication very accurate بدقة قوي للتسويس من ناحية مثلا حدوثه، من ناحية انتشاره، من ناحية السيفيريتي بتاعته. تاني حاجة باخد في الاعتبار اي تغيرات مجتمعية حصلت، يعني مثلا الناس دي حصل لهم مشكلة اترمى في مصدر المياه للقرية مثلا، دي نسبة معادن كتيرة، نسبة فلورايد كتير، حصل تسريب من اي حتة بقى في فلورايد كتير، فده هيبقى سبب قدام شوية بقى انا لما اجي اعمل سيرفي مثلا للاسنان اكتشف ان الناس دي عندها دنتال ديزيزس اسمه فلوروزس، فبقى انا عارف ليه. حاجة تانية مثلا العكس، ناس دي مرة واحدة ما بقاش فيها عندهم اي مصدر للمية فبدأوا يعتمدوا على مياه الابار اللي لقوها متوفرة في طبيعة التربة اللي هم عايشين فيها، ده بيبقى له تأثير برضو على اسنانهم عن طريق الدنتال فلوروزس اللي ممكن يحصل لهم برضو. فبقى انا باخد في الاعتبار السوشيال تشينج اللي بيحصل في الكوميونيتي ده. حصل مثلا مرة واحدة ان المجتمع ده بقى في سوبر ماركت، يعني هقول برضو مثال بسيط قوي، يعني انت مثلا في الشارع بتاعك مرة واحدة بقى في سوبر ماركت كتير قوي، وانت عايش مثلا في حتة يعني مثلا نقول بعيدة شوية، هنفترض يعني بعيدة شوية عن المحلات والمولز وخلاص، والناس مثلا يعني معلش بقول لكم مثال بسيط وساذج، خلينا نقول مثلا زمان تمام كان مثلا ما فيش اقرب مواصلة ليك او اقرب مواصلة توصلك لي مثلا دكتور، مش مواصلة يعني هنقول ما كانش في خدمات صحية. طيب خلينا نقول مثال من غير ما لخبطكم كتير، المكان اللي انت فيه او قرية، خلينا نقول مثلا قرية، القرية دي ما كانش فيها دكاترة أسنان، بتهيألي انت لما بقيت بتنزل تلاقي الناس دي عندها تسويس كبير جدا وما فيش عناية ولا مرة واحدة بقى في اكتر من دكتور فتح في القرية دي، مرة واحدة لقيت صحة الناس بقت احسن، صحة الناس من في يعني دنتالي يعني في اسنانهم بقت احسن، بقى في رعاية واهتمام احسن، بقى عندهم وعي اكتر. فده معنى كلمة التغيير المجتمعي اللي ممكن يحصل في المدينة أو القرية اللي انت عايش فيها أو البلد. تالت حاجة بيبدأ يخلي دكتور الأسنان عنده سكيلز جديدة ونولج جديدة فيما يخص الأمراض، يعني ما بقاش يعرف مثلا في دنتال ديزيز بيحصل وخلاص، لا بعرف مثلا أنا النسب بتاعته قد إيه، بقى متأثر مجتمعيا بعوامل زي ايه، بقى اديت له سكيلز ونولج جديدة. رابع نقطة بترسخ في ذهن المجتمع أهمية الوقاية يعني أهميتها ونفعها طبعا للمواطنين من كذا ناحية، وزي ما احنا بنقول يعني والوقاية خير من العلاج لأسباب كتير، يعني من الناحية المادية، من الناحية الصحية، من الناحية النفسية، فبتبدأ ترسخ المعنى ده في الأذهان. ده الجزء بتاع ال introduction بتاع ال dental public health. لما نيجي نتكلم بقى يعني ايه epidemiology، احنا قلنا أنواع ال dental public health، عندنا preventive dentistry اللي هو الوقائي، وفي ال epidemiology. ايه بقى ال epidemiology ده؟ كلمة epidemiology متقسمة لتلات تلتات، epi يعني upon، demi people، ology study يعني ده ال study upon people، يعني
الدراسة، يعني دراسة أحوال الناس فيما يخص بقى إيه، فيما يخص لو احنا بنتكلم من الدنتال ديزيزز، فيما يخص حدوث الأوكيرنس والديستريبيوشن، توزيع والديتيرمينانس، المسببات لحالة الصحة وحالة المرض، في حالة المرض في الأسنان بالنسبة لمواطنين عايشين في مجاميع أو بالنسبة للشعوب عامة. لو تاخدوا بالكم هنا مش بتكلم على فرد، أنا بتكلم على مجموعة. يعني أنا بقول مثلا المجتمع ده، نزلنا مثلا محافظة الجيزة وبدأنا نكشف على سكان الجيزة، لقينا نسبة التسويس فيها عالية جدا، لقينا الأوكارنس بتاع الديزيز عالي، لقينا تو الديستريبيوشن بتاعه كان بباترن معين، والمسببات لحالة الديزيزز دي وحالة الصحة في الجيزة ككل. يعني احنا هنا بنتكلم على مش مواطن واحد عايش في الجيزة، لا احنا بنتكلم على جروب او بوبيدو. لما نقول ايه الترايد بتاع الابيديميولوجيكال ترايد، يعني انا علشان اقدر اشوف المرض واتابعه واشوف الحدوث والديستريبيوشن والمسببات، لازم يكون عندي 3 حاجات. لازم يبقى عندي هوست، يعني اللي هو الانسان نفسه، لازم عندي فيرولنت باثوجين اللي هو البكتيريا المسببة للمرض ده، ولازم عندي الفيفربل انفايرمنتس اللي هي الـ الأسنان، يعني الأسنان والسلايفا واختلاف السلايفا بالبي اتش بتاعها والبفرين كاباسيتي مثلا بتاعت السلايفا والكومبوزيشن بتاعها. يعني الديزيز لو عندي هوست هو السنة أو نفسه السنة، تمام، فيها نقول عليها هاي سسبتابيلتي للديزيز، يعني عندها قابلية عالية لحدوث هذا المرض، وعندي باثوجين فيرالين جدا شرس جدا، وعندي فيفربل انفايرمنت، الديزيز في هذه الحالة بيبدأ يحصل. بالتالي بعديها يبقى انا عايز اعرف ايه اللي حصل، ليه حصل ولا اصلا ما حصلش، وحصل ليه، والديستريبيوشن بتاعه ايه. ده كده الترايد بتاع الابيديميولوجي. الاوبجكتيف بتاعي بيبقى انا عايز اعرف الحالة الصحية والمرضية للمجتمعات، زي ما احنا بنقول في كام واحد عنده تسويس، في كام واحد ما عندوش تسويس، عايز اشوف الاسباب لحدوث هذا المرض، اللي هو لو هنقول مبدئيا احنا بنتكلم عن دنتال كارس، عشان هو مثلا بديلي اكزامبل عشان هو اكتر ديزيز فيما يخص دنتال ديزيزز. يعني تاني حاجة ان هو بيبدأ يحسن، يحقق انا اسفة احتياجات العامة. يعني انا نازل اكشف على المواطنين في هذه القرية وابدأ اطلع نتائج واقول دول عندهم تسويس واقعد ساكتة. انا طب ما هو العامة يعني كسبوا ايه لما هم عرفوا ان هم عندهم تسويس؟ ما هم عارفين، ما هم عارفين كده. فالفكرة ان انا ببدأ اطلع نتائج عشان ابدأ اشتغل بعد كده، واقدم زي ما بنقول organized community effort بناء عليها ابدأ البي احتياجات المجتمع ده. رابع حاجة ان انا بعد ما بعمل البروجرام بتاعي لازم، يعني لازم اخططه وانفذه، ولازم اقيمه اشوف البروجرامز دي بتقدم الخدمة الصحية المناسبة للمجتمع ولا لا. ايه انواع الابيديميولوجي؟ عندنا الديسكريبتيف او والاناليتيكال. يعني ايه الابيديميولوجيكال ستادي؟ الدراسات اللي انا بستخدمها في ان انا اعرف حدوث والاوكيرنس وتوزيع الديستريبيوشن والمسببات لحالة المرض للحالة المرضية والتحديد حالة الصحية للمجتمع. انا بستخدم two types of study، يا اما study اسمها descriptive يا اما analytical. ال descriptive epidemiology ده ما بيعملش حاجة غير ان انا انزل زي بالظبط كده، انا دخلت مدرسة انا عايز اشوف نسبة التسويس في المدرسة، فهبدأ اخش مثلا الفصل الاولاني
كل اللي انا هعمله ان انا هفتح بق الولاد، وان انا هشوف واكتب التسويس، في تسويس ولا لأ، وحصل ولا لأ، ونسبته قد ايه. ده معنى كلمة descriptive، يعني انا بوصف، بس بوصف يعني بقول حصل ولا ما حصلش من غير ما اقول ليه ده حصل. تمام؟ عشان ده الفرق الرئيسي ما بين descriptive وما بين analytical study. انا descriptive بوصف اللي انا شايفاه من غير ما اقول اسباب، لكن analytical جاي من analysis، تحليل، محتاج ان انا احلل واقول ده حصل ليه. طيب ايه البارامترز في الديسكريبتيف ابيديميولوجي؟ حاجتين، حاجه اسمها بريفالنس وحاجه اسمها انسيدنس. يعني الكلام ده، يعني البريفالنس ده نوع من الديسكريبتيف ستادي، يعني انا بنزل زي ما احنا اتفقنا بقول في تسويس حصل ولا لا، بس عند نقطه معينه. يعني انا قررت ان انا هنزل النهارده يوم الاربعاء الساعه 3 مدرسه فلان الفلاني، الساعة زي ما بنقول، خلي بالكم من الوقت عشان بنقول فكرتها ان هي عند at a given point of time. هنزل اخش المدرسة دي واشوف واكشف وهقول عند الوقت ده في الزمن ده كان في تسويس ولا لا. ده عشان كده بنقول هي cross sectional، حاجة كده في ساعتها at point، يعني at particular point of time، في لحظة معينة افتح بقك عندك تسويس ولا لا، خلصت. هو ده prevalence. مال يعني incidence؟ انسيدنس يعني انا نزلت يوم الاربع الساعة 3 كشفت وكتبت. تمام؟ وبدأت ان انا اقول النهاردة يوم الاربع انا عندي تسويس في الفصل اللي ده بنسبة 10%. وقلت طيب انا هجي تاني بعد 3 شهور ونفس الفصل هرجع تاني واشوف 10% دول هل هم زادوا ولا لا. بعد 3 شهور جيت وكشفت لقيتهم بقوا 20%. يبقى الانسيدنس هي الزيادة في ظهور اعداد جديدة للناس اللي بقوا مصابين بالمرض، اللي هم نسبتهم كان قد ايه او الريت بتاعهم قد ايه. بنقول الريت بتاعهم كان مثلا في الاكزامبل اللي احنا قلناه ده كان 10. تمام؟ عشان كده الفرق ما بين البريفالنس والانسيدنس، البريفالنس احنا قلنا عند نقطة معينة نزلت مرة واحدة بس النهاردة كشفت وكتبت، لكن انسيدنس انا نزلت النهاردة وكتبت خلاص وهرجع تاني ابص بعد فترة اشوف في زيادة في الاعداد دي ولا لا، او زيادة كان بالنسبة ايه. عشان كده الاولاني البريفالنس بنقول ان هو بيبقى expressed by percentage. انا نزلت النهاردة لقيت 10% من الفصل كان عنده اصاب بالتسويس. طيب هل عندي ريفرنس ببص فيه ليه؟ لا طبعا، ده في البريفالنس. اوكي؟ لا ليه؟ لان انا بنزل مره واحده، يبقى اكيد ما عنديش يعني مش بعتمد ان كان في حد قبلي وانا بكمل. لو انا في حد قبلي وبكمل يبقى انا كده انسيدنس، لكن انا بنزل مره وبطلع نتائج هي مره، يبقى اكيد ما عنديش ريفرنس ليه. فبنقول ان هو بيبقى بنعمله اكسبريشن بالبرسنتج، بقول قد ايه هو في ناس مصابين بالتسويس، وبيبقى ماليش في لي بيز لاين او ريفرنس بوينت. على عكس الانسيدنس، الانسيدنس انا بنزل دلوقتي بكتب ملحوظات وهي كمان 3 شهور مثلا، وايه ساعتها هطلع النتائج كمان 3 شهور، هيبقى عندي ريفرنس لان انا جيت من 3 شهور وقلت كان في 10 مصابين. طيب وبعد 3 شهور لقيت بقوا 20، بعد انا هنا الاكسبريشن مش هتبقى بالبرسنتج، لا ده بقى بالريت. ليه؟ لان انا بحسب الحالات الجديده اللي ظهرت اللي هي 10. تمام؟ في الاكزامبل اللي احنا قلناه ده. فده الفرق ما بين البريفالنس والانسيدنس، وزي ما انتم شفتوا احنا بنوصف بس من غير ما نقول ليه ده حصل. امتى بقى بقول ليه ده حصل واشوف الاسباب؟ ده لما انا ابدا اتكلم على الاناليتيكال ابيديميولوجي، ان انا بدور على سبب حدوث المرض ده. وليه من في نوعين، حاجه اسمها بروسبكتيف ستادي او ريتروسبكتيف ستادي. الفرق ما بينهم زي الصوره اللي وصلنا مثال مثلا ليهم. البروسبكتيف انا عندي ناس بعرضهم لاكسبوجر معين، زي مثلا ناس بخليهم ان هم
يعني بدأ اكزامبل بعيد عن الاسنان شويه، ناس مثلا بيدخنوا سجاير، ماشي، اتعرضوا خلاص لاكسبوجر اللي هو ايه، بيدخنوا سجاير، وقعدت متابع الناس دي في الفيوتشر اشوف بعد مثلا سنه اتنين تلاته هل حصل لهم ايه الاوتكم اللي انا متخيله. يحصل لهم بعد الشر ربنا يحفظ الجميع، يحصل لهم مثلا لون كانسر. طيب هنا انا اعرض الناس دي اتعرضوا لي، الناس دي كان عندها ديزيز ولا لا؟ ما كانش عندهم ديزيز، دول ناس هيلثي اصحاء، بس انا قعدت اشوف كده الناس دي اللي بتشرب سجاير وهي صحتها كويس بعد كام سنه، سنه اولى وسنه تانية وتالتة، هل حصل لهم لانج ديزيز لانج كانسر ولا لا؟ ده يبقى انا دلوقتي في الحاضر ومستني بمشي بالتايم اللي قدام في المستقبل، واشوف المستقبل هيوديني لفين. ببدأ مع ناس اصحاء ما عندهمش اي مرض بس بيتعرضوا لاكسبوجر، يعني مثلا مجموعتين، المجموعه الاولانيه قسمتهم مجموعتين، يعني المجموعه الاولانيه بيتعرضوا لاكسبوجر والمجموعه التانيه بيتعرضوا برضو لنفس الاكسبوجر، وابدا اشوف المجموعه الاولانيه مثلا دي هتوصلني ليه. المجموعه الاولانيه وصلتني ان هو عنده مثلا لونج ديزيز معين، التاني وصلني بقى ان عنده لونج كانسر. خلاص المجموعة الأولانية ديزيز بس مش كانسر، بس الاتنين كانوا بيشربوا سجاير، يعني السجاير ممكن تسبب أمراض في الرئة، أيا كان ايه هي الأمراض دي، برونكايتس مثلا أبسط، يعني هنقول حاجة كده بسيطة يعني. لكن ممكن ناس تانية تبقى بتشرب سجاير بعد شهر يصيبهم اللون كانسر. فيبقى أنا هنا في الحاضر في اتنين معرضين لنفس الاكسبوجر بس الاتنين دول اصحاء، يبقى انا ممكن اقارن ما بين تو جروبس بيتعرضوا لنفس الاكسبوجر بس بشوف هل هيوصلوا للكومن ديزيز لنفس الديزيز ولا لا. يبقى انا في الحاضر وماشي في المستقبل وبادئ بناس اصحاء وبينتهوا بناس مرضى، او ناس مرضى وناس مش مرضى. المهم ان انا بشوف الاوت كام بتاعي في المستقبل. انا ليه بتكلم في الكلام ده اللي هو بنسميه البروسبكتيف ستادي، ان انا الريتروسبكتيف العكس بيبقى ناس اوريدي عندهم لانج كانسر، ابدا اجمعهم كل الناس اللي عندهم لانج كانسر وابدا كتاب البلدي زي ما بيقولوا، بفتش في دفاتر القديمه، ابدا اخد بقى هيستوري عن طريق كويستشنير، عن طريق انترفيو عاديه، ان اقعد اتكلم معاهم ان انا اشوف هل انتوا كنتوا بتعملوا ايه من العادات في الماضي. يعني انا دلوقتي في الحاضر بس برجع للماضي اشوف كانوا ايه الحاجات اللي هم بيتعرضوا لها ممكن تكون ادت لي اللون كانسر. تمام. بالتالي البروسبكتيف انا في الحاضر وبروح مستقبل، لكن الريتروسبكتيف انا في الحاضر وبرجع للماضي. النقطة اللي بعد كده احنا بنتكلم ازاي الكلام اللي انا بعمله ده اطبقه بصورة علمية. يعني انا لو عايزة ادرس اشوف مرض معين، انا عايزة اشوف، مش احنا قلنا الابيديميولوجي ده انا مهتمة بالامراض، اشوف حدثت ازاي وايه اسبابها بتحصل، يعني الاوكيرنس بتاعها والديستريبيوشن بتاعها والكوزس بتاعتها. في طريقة علمية لازم امشي بيها. اول حاجة بمشي بيها هي الشكل اللي احنا شايفين في الهرم ده، بنبدا من تحت لفوق. اول حاجه ان انا لازم عندي اوبجكتيف اعرف انا بدور على ايه اصلا، تاني حاجه لازم اشوف بناء على الاوبجكتيف بتاعي انا عايز الاستادي بتاعتي يبقى شكلها ايه. مش احنا قلنا الاستادي ممكن تبقى مجرد ان انا اخش ابص واقول حصل وما حصلش وبس، او ممكن اخش واقول ده حصل وابدا ادور على الاسباب، فابدا ان انا اديزاين انفستيجيشن اكوردنجلي الاوبجكتيف. هو انا عايز ايه؟ عايز اعرف هو في تسويس ولا لا في الجيزه، ولا عايز اعرف ايه اسباب تسويس الجيزه بناء عليه. لو انا عايز اعرف ايه اسباب تسويس الجيزه يبقى انا عايزه اناليتيكال ستادي، لكن لو انا بدور على حدوث التسويس من عدمه بس اوبزرفيشن اونلي يبقى انا عايز ديسكريبتيف ستادي. تالت نوع هو انا هقيس كل الناس او هكشف على كل الناس اللي في الجيزه ولا هشوف بس عينه؟ لا ده انا هاخد عينه واحده معينه يعني. رابع حاجه ببدا ان انا ابدا اكشف اعمل اكزامينيشن، وبعد كده بعد ما اعمل اكزامينيشن هطلع داتا ابدا احللها واوصل منها بكونكلوجن نتائج نهائيه، والنتائج دي ابدا انشرها بعد كده.
دي الطريقة العلمية اللي هي dental epidemiology. أول حاجة بنتكلم عليها زي ما بنقول لازم يبقى عندي objective، إيه الهدف؟ الحقيقة الobjective في الstudies لازم تبدأ بافتراض في الأول. كلمة افتراض يعني حاجة أنا لسه لازم عايز أحطها تحت الاختبار عشان أعرف في الآخر الكلام الافتراض اللي أنا قلته ده صح ولا لأ. زي بالظبط كده، أنت مثلا بتشتري جزمة خلاص عجبتك وبتقول مثلا مقاسك 40، فانت بتقول انا مفترض ان مقاس 40 ده يبقى مناسب ليا. هعرف ازاي انه مناسب ليا؟ لازم اجربه، لازم اختبره. بس اي حاجة لازم بتبدأ في الاول بافتراض، اللي هو فكرة الهايبوثيسز. هايبوثيسز دي عمرها ما هتبقى حقيقة الا لما to be tested، لازم اختبرها الاول. بنقول دايما ان الاستادي بيبدا بالنال هايبوثيسز، يعني اللي احنا بنقول عليه افتراض. زي بالظبط ما اقول مثلا ان انا دخلت وعملت كشفت على مجموعتين، او انا المفروض لسه ما كشفتش. خلي بالكم الافتراض ده قبل ما اقوم بالاكزامينيشن، افتكروا المثلث. فانا افترضت ان انا مش هيبقى في عندي فرق ما بين المجموعتين اللي انا متخيل ان انا مثلا مجموعه الف ومجموعه ب، ان انا عايزه اشوف الاكستنس اوف دنتال ديزيز فيهم، مدى حدوث التسويس فيهم. افترضت ان انا يعني مش هيبقى في فرق كبير. طب كلمه افتراض دي امتى هقول ان هي، بدل ما اقول ان انا افترضت ان ما فيش تسويس، يعني ابدا بدل ما اقول كلمه افتراض ده اقول ده ما فيش تسويس. التاكيد ده مش هيجي الا بعد ما ان انا اختبر الافتراض بتاعي، ساعتها بس تبدا تطلع النتائج. تاني حاجة زي ما قلنا ان انت بعد ما بتحط الافتراض بتاعك او الاوبجكتيف بتاعتك، لازم اكوردنج للاوبجكتيف اشوف بقى نوع الاستادي. فبعمل ديزايننج للانفستيجيشن بتاعتك عن طريق ان انا بحدد التايب اوف ستادي، وبتكلم على حاجة اسمها كنترول هنتكلم عليها، والبلايند ستادي. التايب اوف ستادي اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو ممكن يبقى ديسكريبتيف او اناليتيكال. زي ما احنا شايفين كده الديسكريبتيف انا هوصف بس، يعني انا لو الاوبجكتيف بتاعي ان انا افترضت ان ما فيش تسويس ما بين الجروب الاولاني والجروب الثاني، فده انا هبقى عايزه يعني ساعتها يعني ده الافتراض. يبقى انا هبقى محتاج ان انا اعمل اناليتيكال ستادي، الاناليتيكال اللي انا بدور على الكوز. لا، ده الهدف بتاعي كان ايه، او الاوبجكتيف الافتراض كان، يعني الافتراض اللي هو الهدف يعني بتاعي كان بيقول ان ما فيش تسويس، بس يعني عايز اعرف في حدوث تسويس من عدمه. يبقى انا عايز ديسكريبتيف ستادي مش اناليتيك. لكن انا لو بقول انا بفترض ان من مسببات الدنتال كارس اللي هو الامبروبر اورال هايجين، خلاص انه ما بيغسلش اسنان، او الامبروبر توث براش، ساعتها هبدا ادور على الكوز وابدا اختبر الطرق اللي بيغسلوا بيها اسنانهم، وابدا اطلع النتائج واقول هما فعلا نسبه التسويس عندهم هنا عاليه، جروب A اكتر من جروب B، عشان جروب A ما بيغسلش سنانه كويس زي جروب B. بالتالي انا هنا عايز اعمل تحليل لجروب A تسويس فيه اكتر من جروب B. ده لو انا ده الافتراض بتاعي، خلاص ان انا بقول انا بفترض ان A اعلى من B علشان ما بيغسلوش سنانهم كويس. فاتمنى ان اللقطه دي تكون واضحه بالنسبه لكم. النقطة الثانية الكنترولز. الكنترولز يعني المجموعتين اللي انا بشتغل عليهم، اللي احنا قلنا في الاول خالص عندي جروب A وجروب B، او جروب ألف وجروب B، ان انا بقول عندي مجموعتين انا بقارن ما بينهم. ما هو انا ما ينفعش علشان اعمل examination مثلا لغسيل، اشوف مثلا غسيل الاسنان في جروب A اللي قلنا ما بيغسلش اسنانه كويس، ما هو ما بيغسلش سنانه كويس مقارنة بمين؟ بحد بيغسل سنانه كويس. يبقى لازم يبقى عندي كنترول جروب. الكنترول جروب ده بيكون نفس الظروف ونفس الشكل ونفس كل حاجة، لكن يكون مش متعرض لنفس الفاكتور. يعني مثلا زي بنقول مثلا الصورة اللي على اليمين دي، عندي فلاسك في شريحة من اللحمة، خلاص حتة لحمة في الاتنين. الاثنين عايزه اشوف اللحمه دي لما احطها واعرضها للهواء والذباب
هيكون تأثير دائي على اللحمة. ده اللي أنا عايزة أختبره، ده اللي هيبقى الافتراض بتاعي، أو إن أنا عايزة أشوف إن أنا بقول إن التعرض مثلا حتة اللحمة دي للجو تمام هتسبب في فساد قطعة اللحم دي، ده الافتراض. طب ما انا عايزة اقيس، عايزة بقى بعد كده اختار نوع الاستادي بتاعي. انا هنا بقول ان التعرض هو تعرض للذباب والهواء هو سبب في فساد اللحم ده، يبقى انا هنا بدور على سبب، يبقى انا عايز اعمل اناليتيكال استادي. طب ما هو انا دلوقتي علشان اطلع نتيجة واقول ان اللحمة دي باظت، لازم عشان اقول ان باظت يكون في لحمة تانية محطوطة في نفس ال يعني بنفس المواصفات بس مش محطوطة في نفس الكونديشن، عشان ساعتها لما الاقي حتة اللحمة مثلا اللي هي السليمة دي وان انا ما عرضتهاش للذباب والهواء، لو لقيتها بقت سليمة وما باظتش يبقى معنى التانية هي زيها بالظبط، نفس حتة اللحمة من نفس المصدر وبنفس السمك، وفي نفس الوقت المتغير الوحيد ان دي تعرضت للهواء والذباب والتانية ما تعرضتش، بقى اكيد اللحمة دي باظت من الهواء والذباب. فاهمين قصدي؟ يعني علشان اقول ان الهواء والذباب هما اللي بوظوا اللحمة لازم يبقى في كنترول جروب تاني ما عرضهوش لده، عشان ابقى انا متأكد ان اللي بوظ اللحمه هي الهواء والذباب. يعني انا لو بالمنظر ده ولقيت مثلا افترضوا معايا ان اللحمه دي اللي هي مقفول عليها اللي هي مش معرضه للهواء والذباب لقيتها باظت برضه، ساعتها هقدر اقول ان الهواء والذباب هما اللي بوظوا اللحمه، ولا ممكن تكون في حاجه تانية؟ يبقى هيبقى في حاجه تانية. فعشان كده لازم يبقى في عندي جروب مش معرض للفاكتور اللي انا عايزه اختبره. ماشي الكلام؟ يعني مثلا فعندنا ناس ولاد اللي بياكلوا كانديز كتير وجروب تاني ما بياكلوش كانديز، لازم عشان اقول ان الكانديز هي اللي بتسوس لازم الولاد دول بعد ما يسوسوا اقارنهم بولاد زيهم بالظبط من نفس الكونديشن بس ما بياكلوش كانديز، ساعتها بقول لا دول بياكل، ده بياكل كاندي زي اتنين توأم مثلا، خلينا نقول مثال اقرب، اتنين توأم في نفس البيت بنفس العادات بنفس كل حاجة، واحد بياكل كانديز كتير وتاني ما بياكلش خالص، الاتنين بياخدوا نفس الرعاية وبنفس الاهتمام من الاهل وبيغسلوا اسنانهم، بس في واحد بياكل كاندي كتير وتاني ما بياكلش كاندي خالص، يبقى اكيد هنا الكاندي هي السبب في حدوث التسويس. يبقى لازم يبقى عندي جروب بسميه كنترول جروب، ده بيساعدني ان انا اقيم الفاكتور اللي انا عايزة اختبره ده. النقطة اللي بعد كده هي البلاسيبو. البلاسيبو ده لما مثلا البلاسيبو ده ايه؟ البلاسيبو ده لو احنا عندنا مجموعتين زي ما قلنا ان احنا عندنا الكنترول جروب والجروب اللي انا بسميه الاكسبيرمنتال جروب اللي انا بجرب فيه الحاجة الجديدة. تخيل كده عندي مجموعتين، المجموعة دي انا عارفة ان انا باخد دواء جديد، والمجموعة دي عارفة ان انا باخد نفس الدواء العادي اللي انا باخده للصداع مثلا، مجموعتين عندهم صداع، واحد بياخد المجموعة الاولانية اللي هي الكنترول جروب بتاخد دواء العادي بتاع الصداع بنادول عادي، والمجموعة التانية بتجرب دواء جديد في السوق ومعروف ان هو effective اوي. تخيلوا ايه رد الفعل هيبقى المجموعة الاولانية اللي هي الكنترول، ممكن تقعد تقول لا ده مع البنادول ده اللي هو طول عمره كان بيضيع لهم الصداع، لا ده انا عندي صداع والصداع ما بيروحش ولا جاب نتيجة. ممكن يكون ان اصلا الصداع جابنا البنادول مخفف لهم الصداع وكل حاجه بس هما اللي بيقفروا. والمجموعه التانية العكس برضو، ممكن يكون الدواء الجديد ده حاجه كده في السوق مضروب ولا جديد ولا بيفرقع ولا يعني انا اسفه ولا جديد ولا يعني فاز ولا ان هو كبار مثلا وان هو حاجه جديده جدا وان هو مثلا ليه ميكانيزم جديد في العلاج ولا ان هو اقوى ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص، ده ممكن يبقى اضعف من البنادول، بس فكره ان هو جديد خلت المجموعه اللي هي الاكسبيرمنتال تبدا تقول اه ايه ده ضيع لي الصداع من قبل بس ما اخده مجرد اني فتحت العلبه. فكره البلاسيبو هي ان انا بقدم لو انا مثلا بشتغل على دواء جديد تمام، الافضل ان انا ادي ليه المجموعتين اللي هي الكنترول والاكسبيرمنتال
دواء ظاهريا من بره نفس الشكل، يعني عارفين الحباية الحمراء، هما الاتنين يبقوا حباية حمراء، بحيث ان المجموعة الكنترول ما تبقاش عارفة هي بتاخد الدواء الحقيقي ولا دواء شبيه ليه. البلاسيبو ده بيبقى الشكل، مثلا لو انا بجرب مثلا دواء معين يبقى واخد نفس الشكل الخارجي للدواء، تمام، زي مثلا في الصورة، لكن الكومبوننتس بتاعته عادية، بودرة، لبن بودرة. هما هيبقوا عارفين ايه اللي من جوه، مش عارفين، هما بيبقوا شايفين ان هو من بره واخد مكتوب عليه ان هو الدواء اللي هو الجديد في السوق، دواء اكس مثلا، ومن بره مواصفاته الخارجية عاملة فعلا زي الدواء اكس، وبس هو محشي من جوه بودرة، دواء بودرة يعني. بالتالي هو لما هياخده هيبقى مش عارف ده ايه، هو هيبقى عارف مش هيبقى عارف، ولا كنترول جروب هيبقى عارف ان هو بياخد دواء فيشنك اللي هو بنسميه بلاسيبو، ولا الناس اللي بتاخد الاكسبيرمنت اللي هما الاكسبيرمنتال جروب هيبقوا عارفين ان هما بياخدوا دواء الايفكتيف. هما الاتنين بياخدوا حاجة من بره شكلها زي بعض، من جوه هما محدش بيعرف من جوه، هما الاتنين عبارة عن بودرة بيضة، بس في بودرة بيضة هي عبارة عن لبن بودرة، وفي بودرة بيضة اللي هي فعلا الدواء الاكتيف انجريدينتس بتاعتي. مين بيبقى عارف؟ الدكتور مثلا هو اللي بيبقى عارف، لكن البيشنتس ما يبقوش عارفين. ده ليه؟ ده بيضمن لي ان النتائج اللي بتبقى طالعه بتبقى نتائج valid، يعني بالبلد يعني مش مقفورين فيها، ولا العيان يقول لك ده انا خفيت من قبل ما اخد الدواء، ولا اللي بياخد الدواء يقول لك ما عمليش اي حاجه خالص، ما هو بقى دواء عادي ما بطل ياثر فيا. فهي دي فكره البلاسيبو. في حاجة بس اسمها بلايند ستادي. في البلاسيبو قلنا ان الدواء البيشنت بياخد الدواء وهو مش عارف ايه الدواء ده، هل هو الدواء الحقيقي ولا الدواء المضروب، الدواء المضروب اللي هو البلاسيبو. في حاجة بقى ألطف بكتير عشان الأدوية، عشان النتيجة تبقى سليمة جدا. احنا لما بنقول ان مبدئيا كده ان العيان ميبقاش عارف هو بياخد ايه، احنا بنسميه دي بلايند ستادي. بلايند يعني مش شايف، اعمى، معمي، دراسة بلايند خالص، ان العيان ما يبقاش عارف هو بياخد ايه. الاحلى منها اللي في الصورة، ان ولا الدكتور يبقى عارف ولا المريض، يعني زي الصورة كده، الدكتور مغمى يعني مش عارف ايه اللي في ايديه ده، بيدي دواء مش عارف ايه هو الدواء ده، بيديه العيان، العيان بياخده هو مش عارف ايه هو بياخده. انت متخيل كمية المصداقية في التجربة؟ ما مين اللي بيبقى عارف؟ حد تالت بقى بره، حد مثلا هو شغلانته الليبلز، يعني الليبل مش مكتوب عليه ده بلاسيبو ولا ده حقيقي، بيبقى واخد رمز. مين اللي معاه فك الشفرة دي؟ مين اللي عارف ان الرمز ايه يقصد بيه ان هو ده الاكتيف انجريدينتس، وان رمز بيه هو ده البلاسيبو؟ محدش معاه الموضوع ده غير واحد تالت بره الليلة دي خالص. النقطة اللي بعد كده ان احنا نبدأ نختار عينة نبدأ نشتغل عليه. كلمة سامبل يعني ده بيبقى ال part of a population، ده جزء من ال population اللي انا عايزة اقيس فيها المرض ده. احنا قلنا احنا مش بخش اكشف على اهل الجيزة كلهم، انا باخد بس عينة بس مش اكتر. ال advantage بتاعتها اكيد طبعا بتوفر لي في وقت ومجهود وفلوس، انا مش هفضل اعدي على اهل الجيزة كلها، متخيلين كمية المجهود والفلوس والوقت اللي بيضيع؟ فده طبعا بيختصر لي في الوقت وبيختصر لي في المجهود والفلوس. في حاجتين تانية هنتكلم عليها، هما التايبس والسايز بتوع السامبل. التايبس اوف سامبل عندي اربع انواع. عندي حاجة اسمها سيلكتد سامبل. سيلكتد سامبل دي يعني ابقى انا عارف عايز اختار في العينة بتاعتي ناس بمواصفات معينة، زي مثلا اول صورة فوق على اليمين دي، انا هختار الناس اللي لابسه احمر واخضر وموت، في ناس لابسه ازرق لا مش هاخدهم معايا. بالتالي سيلكتد سامبل هي ان انا بحط مواصفات معينه، وكل واحد عنده المواصفات دي اهلا وسهلا بيه في العينه. بالتالي ممكن ناس تيجي وتبقوا متطوعين او انا اختارهم، المهم يكونوا عندهم المواصفات دي. ده اول نوع من السامبل. ثاني نوع السيمبل راندوم سامبلينج، ده لما بيكون عندي مثلا مجتمع، هقول مثلا
كنت هقول لكم مثال بس هغيره بحاجة أبسط. هو باختصار إن أنت دخلت فصل، الفصل ده كبير قوي خلاص، 60 واحد مثلا، أنت قررت إن أنا عايزة مثلا أخد 20 بس، فأنت قررت إن أنت هتبدأ توزع أرقام عشوائية عليهم وانت ما تبقاش عارف مين اخد ايه. يعني زي ما نقول كده، انت هتخش وانت بقى الفصل ده انت مش عارف الولاد بقى اصلا قاعدين في ايه، فانت هتقول اول واحد في الصف الاول خد الورقة دي، الورقة دي مثلا انت مش عارف حتى فيها ايه، فيها رقم، هو انت كتبت مثلا جبت 20 ورقة مكتوب فيها من 1 لـ20، وبدأت قلت خلاص الصف انا هخش من غير ما تشوف مين الطلبة اللي جوه. يعني هتبدأ تقول انا هاخد الولد الاولاني في الصف الاولاني والولد التاني في الصف التاني والولد التالت في الصف التالت، مش هاخدهم انا هخليهم الولاد دول يخشوا يسحبوا ورق، وكل واحد هيطلع له رقم يبقى ده الرقم بتاعه. يعني اول واحد في الصف الاولاني سحب ورقة طلعت له رقم 5 يبقى هياخد رقم 5، بعديها واحد تاني سحب رقم 20. بقى كده في عينات عشوائية. او هقول لكم مثال تالت، استنوا هقول لكم مثال تالت اسهل بكتير، انسوا المثال اللي انا قلته اسهل، سيبك من اللخبطة. هو فصل فيه 30 طالب، فانا يعني هوزع عليهم كلهم 30 رقم ماشي، وبعد كده انا مثلا من 30 رقم ده انا هقرر ان انا يعني هسحب من 30 دول، هيبقى انا معايا مثلا كوبي للارقام دي، واروح انا اقرر ان انا من 30 دي من غير ما اشوف هسحب 20 ورقة وهما مقفولين، معرفش ايه الارقام اللي جواها اصلا خلاص. وبعد كده ابدأ اشوف افتح الورقة الاولانية ليها رقم 5، اللي بعديها رقم 10، اللي بعديها رقم 1. فبطريقة عشوائية جدا عن طريق ان انا دخلت على ناس في مكان مثلا معين وزعت عليهم ارقام كلهم، وبعد كده انا من الارقام دي قررت ان انا هختار عشوائيا الارقام اللي انا هاخدها معايا في العينة بتاعتي او في الدراسة بتاعتي. طيب ده السامبل راندوم سامبلينج. طب الاستراتيفايد راندوم سامبلينج ده ايه؟ ان انا دخلت فصل لقيت فيه مثلا اعمار متفاوتة، لقيت فيه ناس تحت 10 سنين، ناس تانية فوق 10 سنين، ناس تالتة فوق مثلا 15 سنة. فأنا بدأت إن أنا أقسمهم مجاميع، الأول قسمتهم مجموعة الناس اللي تحت 10 سنين، مجموعة الناس اللي فوق 10 سنين من 10 لـ15 يعني، وناس اللي هما 15 فما فوق. يبقى أنا قسمتهم الأول according للفاكتور اللي أنا محتاجة أقيسه زي فاكتور العمر، وبعد كده ابدا اختار عشوائي بقى منهم برضو. يعني انا المجموعه الاولانيه اللي هي تحت 10 دي ابدا ان انا اوزع عليهم ارقام، انا الارقام دي عشوائيه، والمجموعه الثانيه نفس الكلام، والمجموعه الثالثه نفس الكلام، وبعد كده انا ما اعرفش بقى مين اخد اي رقم، ابدا اقول الرقم 3 في كل مجموعه يجي، الاقي بقى اللي يطلع لي هو اللي يطلع لي. يبقى انا الاستراتيفايد راندوم سامبلينج هي السمبل راندوم سامبلينج، بس بعد ما احطهم في ستراتا، ستراتا يعني في مجاميع، الاول مجاميع اكوردنج للفاكتور اللي انا شايفاه ظاهر جدا عندي، زي مثلا موضوع العمر ده. خامس حاجه او رابع مجموعه الاستراتيفايد كلاستر سامبلينج، ان انا ابقى في مثلا قريه، القريه دي فيها مدارس كتير قوي، فانا الحقيقه الاستراتيفايد كلاستر سامبلينج دي بتبقى زي ما تقولوا كده، هي مقسمه نفسها من نفسها. يعني انا مش هخش اقسم، لا انا مثلا دخلت انا عايزه اشوف الطلاب اللي في المدارس الابتدائيه عندهم نسبه تسويس قد ايه، اخش بقى على كل المدارس اللي في القريه دي، لا انا هختار عشوائيا كده المدارس، يعني انا هختار من الحاجات اللي اوريدي متقسمه. يعني القريه دي انا مش هاخدهم كلهم، لا هما متقسمين مدارس، في مدرسه في اول القريه، في مدرسه في اخر القريه، مدرسه في نص القريه، فابدا اقول طب هما يعني دي حاجه متقسمه من نفسها، ابدا انا بعد كده اختار من المدارس دي عينات عشوائيه انا هبدا اشتغل عليهم. زي بالظبط الصوره اللي قصادنا،
مثلا مجموعة ناس لابسة أحمر، مجموعة لابسة أصفر أخضر، ومجموعة لابسة أزرق، هما مقسمين نفسهم، عشان كده بنقول عليهم stratified cluster، هما مجاميع already. أبدأ بعد كده دول أخليهم في مجاميع، الأحمر كله مع بعضه، والأخضر كله مع بعضه، والأحمر والأزرق كله مع بعضه، وأبدأ بعد كده أختار، يعني أختار عشوائي منهم، يعني أستخدم simple random sample بس من مجاميع already متقسمة، مش لكن stratified random دي أنا مجاميع أنا اللي هقسمها وأختار منها بعد كده بالsimple random. ده الفرق ما بين stratified random وتانية ال stratified cluster. ال stratified random مجاميع أنا اللي هبدأ أقسمها، يعني مجموعة كبيرة أنا هقسمها مجاميع صغيرة، ومن المجاميع الصغيرة أبدأ أختار منهم simple random sampling عشوائي. لكن ال stratified cluster المجاميع هي اوريدي متقسمه، مثلا زي ما بنقول مجموعه الاحمرات الاخضرات الازرقات هي مقسمه نفسها طبعا كلاسترز، وانا بعد كده انا يعني مش هقسمهم، بس انا هبدا اخد منهم عشوائي بالسيمبل راندوم سامبل عادي. السامبل سايز بعد كده بنقول انا هاخد قد ايه بقى العينه، يعني انا مثلا العينه الستين هاخد منهم 10 20. الحقيقة في عندنا فاكتور، عندنا according للresources والfacilities والtime factor، ده ببدأ أقدر أشوف أنا هاخد عينة كبيرة ولا صغيرة، هبدأ أشوف هبقى أنا محتاج مثلا variables بقيسها، يعني مثلا أنا بقيت تسويس variable وsub group، يعني ايه؟ هل أنا يعني العمر هيفرق معايا في التسويس؟ الجندر ميل ولا فيميل، بوي ولا جيرل، هيفرق معايا في التسويس؟ دي اسمهم sub group، يعني factors تانية خارجية. لما بيكون في variables و sub group يبقى السامبل بتاعتي هتبقى أكبر، تمام. وحاجتين تانيين، مدى انتشار الديزيز، بصراحة كل ما الديزيز ده بيكون انتشاره قليل جدا، تمام، يبقى أنا هبقى عايز sample size كبيرة عشان أعرف أكشف عليه. ما هو لو هو منتشر قليل، لو جبت sample size قليلة، مين قال إن ده هيديني good indication؟ ما ممكن يبقى هي sample صغيرة، وهو عشان اثبت ان هو prevalent ان هو منتشر ب ب ب, ب يعني ب لو يعني بلو ريت، يعني تمام، او البرسنتج بتاعه صغير، مش يعني 10%، عشان اثبت ان هو 10% تسويس في الفصل ده، انا محتاج ان انا اكشف على الفصل كله. لكن لو هو زي بالظبط سيبكم كمان، مش 10%، لو قلت 1% في الفصل، لو انا دخلت اس شفت واس يعني كشفت على واحد بس من الفصل ده، انا كده مش هعرف اثبت ان هو فعلا حجمه صغير. امتى هعرف ان الحجم او مدى انتشار الديزيز صغير؟ لما اكشف على الفصل كله، ساعتها اقول اه لا ده فعلا ده انتشاره قليل. يبقى كل ما البريفيلنس بيبقى قليل، يبقى السامبل سايز بنبقى عايز انها تبقى كبيره. الحاجه الثانيه، لما يكون في اختلافات ما بين يعني اختلافات كتير، او في زي ما بنقول بقى ايه فاكتورز كتير بتأثر عليه، زي كل ما الفاكتورز دي او الفروقات ما بين الفاكتورز دي زي الاعمار مثلا او الانكم او الادوكيشن ليفل صغير، كل ما الجروب يبقى صغير. يعني ايه؟ يعني لو انا الفروقات مثلا ما بين الفلوس جروب ايه وجروب بي، خلاص الاولاني الانكم بتاعه كويس والتاني برضو كويس، بس الاولاني اعلى مثلا بحاجة صغيرة قوي، هل الفرق ده يستدعي ان انا اكبر السامبل سايز؟ لا. فبالتالي لما يكون الرينج صغير او الادوكيشن ليفل مثلا، ده مثلا ناس متعلمين معاهم يعني دول جامعيين، الناس بس ايه الاتنين دول جامعين، مجموعة ألف ايه دول ناس جامعية، ومجموعة بي أو بي مجموعة جامعية، بس الأولانية دول اتخرجوا ودول في بكالوريوس مثلا. لما تكون الفروقات صغيرة يبقى أنا مش محتاجة أجيب سامبل سايز كبير صغيرة، لكن الفروقات دي لو كبيرة، واحد مثلا متخرج والتاني لسه في كي جي تو، لا يبقى الفرق كبير، يبقى أنا محتاج سامبل سايز كبير عشان أعرف اثبت او ادعم الديترمينيشن للديزيز بشكل اكيوريت. النقطه اللي بعد كده ان انا ابدا اعمل اكزامينيشن، ما احنا كده خلاص حددنا العينه بتاعتي، ابدا بقى اكشف يا اما ان ناشونال ميثود او انترناشونال ميثود. تاني حاجه بستخدم دايجنوستيك ايدز اللي هي الميرور اند بروب، التشير يكون فيه سورس اوف اليمينيشن،
تالت حاجة ايه بقى المواصفات اللي بناء عليها انا هكشف واقول ان ده الديزيز بتاعي؟ يعني انا خلاص عرفت هكشف ازاي واستخدمت التولز، ايه الكرايتيريا اللي انا هقول عليها اه ايه ده تسويس؟ لو انا بنتكلم على تسويس، بالتالي لازم في الكرايتيريا تتوافر فيها صفتين، الفاليديتي والريلايابيليتي. الفاليديتي يعني صحة الكرايتيريا، الريلايابيليتي يعني دقتها. يعني ايه برضو فاليديتي وصحة؟ يعني من الاخر الكرايتيريا اللي انا بحطها دي خلاص تطلع في الاخر مطابقة للديزيز اللي انا بقيسه. يعني انا مثلا بقول كرايتيريا عندك مثلا ايه، في ديسكالوريشن حصل بقول عليه براونش او بلاك او براونش ديسكالوريشن او وايت ديسكالوريشن او يلوش ديسكالوريشن، كل ده ممكن يبقى ديزيز. ينفع احط في الديسكالوريشن مثلا جرين او ريدش ديسكالوريشن؟ ده مش فاليد. هو انا في الاخر مش داخل عشان اكشف على دنتال كاريس؟ ينفع احط في الكرايتيريا بتاعته حاجه مش مطابقه للمواصفات مش صحيحه؟ يبقى ده كده مش فاليد. يبقى لازم الحاجه اللي انا ناوي اقيسها قدره الكرايتيريا دي او الفاليديتي دي لازم يكون عندها القدره على قياس الحاجه اللي عايزه اقيسها. تمام. الريلايبيليتي ان انا لما استخدم الكرايتيريا دي كل مره لنفس العيان مثلا تدي نفس النتيجه. يعني اقول مثلا ان الديكي ده لما يحصل يكون في كاتش بالبرو، النهارده قست لقيت في كاتش طلع ديكي، بعد 10 سنين قست، يعني لما اعيد التجربه تاني او غيري يعيده تاني يطلع لي نفس النتيجه. يبقى دي هي دي الدقه في الكرايتيريا بتاعتي او الريلايبيلتي. النقطه اللي بعد كده في الاكزامينيشن هي الاندسيز يوزد. يعني ايه بقى اندكس؟ اندكس ده بنقول عليه سكيل، نيوميركال سكيل، سكيل رقمي. اي سكيل بيبدا برقم صغير وبينتهي برقم كبير، عشان كده بنقول ليه upper and lower limit. بيبدا بزيرو مثلا خلاص وبينتهي مثلا بتن، فهو ليه upper limit ولور limit. بيوصف لي حاله البوبيوليشن دي في، يعني في حدوث التسويس او احنا بنتكلم على يعني في حدوث المرض عموما. يعني مثلا بقول ان رقم واحد ده يعني مرض اللي حصل، المرض ده قليل. اتنين، المرض بقى ازيد من واحد. 10، بقت وصلنا للابر ليميت اللي هو الماكسيمم ديسكريبشن للديزيز في البوبيليشن ده. فهو النيميركال سكيل بيعبر لي عن الحاله بتاعت البوبيليشن اللي انا بقيس فيه المرض، وبالتالي سهل ان انا اقارن ما بين مجموعتين. يعني انا اقول مثلا المجموعه الاولانيه الاندكس بتاعها كان 3، التاني الاندكس بتاعها 10، يبقى انا عرفت ان 3 دي في المجموعه الاولانيه بتعني ان التسويس كان قليل، 10 التسويس كان كتير. عشان الاندكس ده كان، طبعا الاندكس ده بيتطبق على كل الامراض، بس احنا دايما بقول كلمه ديزيز اللي هو الدنتال كارس علشان ده اللي احنا معنيين بيه، يعني معانا في شغلنا. لما اجي اقول على اندكس انه اكيوريت لازم يكون بيديني فكره عن مدى انتشار الديزيز ده، على السيفيريتي والانتنسيتي بتاعته، وعلى حدوث التسويس ده في الماضي وفي الحاضر. يعني انا لما اجي افتح بق البيشنت واستخدم الاندكس دي التول اللي انا بقيس بيها، لازم ابقى متوقع التسويس ده، اعرف منه ايه ده، هو التسويس ده كان مسوس قبل كده، ده كان يعني كان مسوس مثلا من يومين فاتوا، من شهرين فاتوا، من 10 شهور، من سنتين، في الباست وفي البريزنت، عشان وانا بكشف دلوقتي انا شايف. ال requirements بتاعتي بتاعت الاندكس علشان تبقى تحقق لي الاهداف دي، بقول لازم تتسم ببعض الصفات زي الكلاريتي. لازم الكرايتيريا بتاعت السكورينج دي لازم تبقى واضحة. الأوبجكتيفيتي لازم يكون الهدف اللي أنا عايزه من الإندكس في تحديد المرض يبقى واضح، يبقى ليه هدف واضح. يعني لازم يبقى بسيط في الاستخدام، يبقى سهل على الـ على الـ على الـ الدكاترة أو البابليك هيلث وركر. يعني الريلايبل زي ما قلنا إن أنا لما أجي أستخدمه أكتر من مرة يديني نفس النتيجة،
سنسيتيف، يعني لما يطلع لي في فروقات صغيرة ما بين الأمراض، المرض يعرف يطلعها، يعني يعرف يحدد لي ده انسيبين كارس ولا ديب ليجن مثلا، أو ولا احنا دخلنا في الدنتين، ولا يعني الفروقات دي بالظبط يقدر يحددها لي ويبقى مقبول طبعا من العيان وانا بستخدمه، وفي نفس الوقت يقدر اقدر اطلع بيه نتائج، اللي هو اقدر يعني اقيم بيه، يطلع لي نتائج اعرف من خلالها ان انا اقيم بيه حالة يعني اطلع بيه نتائج زي ما يعني نتائج يعني اخضعها للاحصاء فطلع لي نتائج احصائية، اوديها للاحصاء فطلع لي نتائج احصائية. فاكرين اول حاجة خالص قلنا ان هي لازم نكون بنشتغل على بايو ستاتستكس، لازم تبقى ايكونوميك مش غالية وما تاخدش مني وقت كتير. هتاخدوا اكزامبل اكتر على الاندكس، انا عارفة ان هي لسه الفكرة بتاعته مش واضحة، بس هتاخدوها ان شاء الله في المحاضرة الجاية بتاعة الدنتال كارس، الابيديميولوجي اوف دنتال كارس، هتعرفوا يعني ايه اكتر، يعني هنطبق موضوع الاندكس ده بشكل اوضح، هتفهموه اكتر ان شاء الله. اتمنى ان المحاضرة، انا عارفة ان هي يعني رزلة شوية ومعلومات مش ظريفة قوي، يعني برضو زي ما بقول لكم، لو في اي حاجة واقفة قصادكم، يعني مستنياكم يوم السبت اجاوبكم على اي استفسار ان شاء الله.